حنا من شوف منا من الامير في اطار الصندوق الوطني للتنميه الريفيه التي استفدت منه مديريه المصالح الفلاحيه بمبلغ 40 مليون دينار جزائري موزعه كالاتي: 60 الف شجر زيتون واكثر من 60 الف شجر مثمره و1600 خريص نحل. الفلاحين رانا فرحانين ولاول مره يعني يدعمونا بالنوع هذا تاع الباكينه هذا الزيتون مليح.